أحسن الله إليكم. فقرته الثانية يقول الشيخ صالح حفظكم الله: ما معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد عبادته شيئا آخر فما الحكم؟ الإخلاص معناه سلامة من الشرك، أن يكون عمل الإنسان ونيته وقصده خالصين لوجه الله عز وجل، ليس فيهما شرك، ليس فيهما رياء ولا سمعة، ليس فيهما قصد لغير الله عز وجل، لا يطلب بذلك دنيا أو ثناء من الناس، فيكون العمل خالصا لوجه الله، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى.